هفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السبوح فارفق به فارفق به أنا من عصى أصيح متى عفوك يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام يا أيها الرب الشكور ما لي معين في الحمام رب سواك وفي النشور قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني في كل عصر ثورة وشعار أرسى صداها عزمك الجبار في كل عصر ثورة وشعار أرسى صداها عزمك الجبار وبهمة يوم الطفوف مقاتلا أنت المضحي واليدان منار يا ابن الوصي وفيك عزة هاشم وإباء ذاك الفارس المغوار وابن التي ورثت شمائل حيدر أم البنين تحوطها الأسرار ويبث فينا الروح صبرك عندما تتزاحم الأوغاد والأشرار يا باعثا فينا الحياة كرامة وعزيمة لو حلت الأكدار ومذكر الشجعان فعل كتيبة في الناكثين يقودها الكرار
لبنان أضحى اليوم ساحة عزة للثائرين تحفها الأقدار، أطفالهم ونساؤهم وشيوخهم دار تقاوم ظالما وديار، برزوا إلى كل الطغاة وخلفهم أشرار قوم ما بهم أخيار، وتخاذل الأعراب إلا فتية، خاضوا المعارك سادة أحرار، فانبرى لهم أبو محمد رضا أغيث النازحين، وكونوا لهم عونا وأنصار، هب العراق وتلك من عاداته، فتسابق الفقراء والتجار، وتقاسم الناس الرغيف مودة، وتناخت الأحرار والزوار، وأتت لهم من كل حدب شيعة وجحافل بدرية ثوار، من فارس ورجالهم عند الوغى عشق الممات وكلهم أنوار، يمن وما أدراك ما أيمانهم، رايات حق قادها الأحرار، عرج على أهل الجنوب وقل لهم أنتم ضيوف والقلوب ديار، عرج على أهل الجنوب وقل لهم أنتم ضيوف والقلوب ديار. السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله. أنت كافي الغيب متحمل أمرها، بهمنا نتحيا وآخر المعبر، الشكوى عبر تصير من تبقى بطغرها، والدمع يكثر بشنه يتستر، ماكو دمع تجري ما عندك خبرها، والدمع يكثر شنه يتستار، ماكو دمع تجري ما عندك خبرها، خبرها شنفي وغيرتك تعلم قبل ما نبدي نتكلم، حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم، سلامة 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 قلبك من الهم، سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تقسم ألمنا ويانا تتألم، شوية بحالتك ارحم، سلامة 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 قلبك من الهم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام على الزهراء، السلام على الحسن والحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، من أرض النجف الأشرف، من أرض الغري، من حضرة سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، بإمكانكم أداء الزيارة والدعاء من خلال أرقام الهواتف التي ستظهر إن شاء الله على هذه الشاشة المباركة، وها هي ظاهرة أمامكم أحبتنا المشاهدين لأداء الزيارة والدعاء عند أمير المؤمنين، والدعاء للمؤمنين، الدعاء للصابرين المرابطين إن شاء الله دفاعاً عن أرضهم وعن وطنهم وعن شرفهم وعن عرضهم وعن دينهم أولاً. إذن عندي أول المتصلين، الأخت أم ميثم من ذيقار، سلام عليكم. كم السلام والرحمة. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله.
السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا أبا الحسن والحسين، السلام عليك يا فهد الفحول، السلام عليك يا زوج البتول، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب الحوائج، السلام على الحسن والحسين، السلام على فاطمة الزهراء وأم البنين، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، نادى علي المظهر العجاد، تجد عونا لك في النواد، كل هم وغم سينجلي، أولئك يا علي يا علي يا علي، اللهم اتحق علي أمير المؤمنين، شافي جميع المرضى، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، الله يوفقكم إن شاء الله والله يحفظكم الله يسلمك إن شاء الله لا يراويكم مكروه في هاي الزوار الله يسلمك يسجلنا الله يحفظك إن شاء الله هاي الزوار جاء محمد والي محمد يا الله أي والله يوم الله يوفقكم جميعا إن شاء الله سجل بميتين علي وحسام رحم الله والديك الله يسلمك إن نعام مريضة الله يوفقك ادعي له الله يشافي كل المرضى إن شاء الله رحم الله والديك الله يوفقك ادعي له تحت قبة أمير المؤمنين يا الله وجزاكم الله ألف خير على هاي الخدمة رحم الله والديكم نسأل الله القبول الله يوفقكم إي والله القبول إن شاء نسأل الله نسأل الله القبول لنا ولكم إن شاء الله والدعاء لكل المرضى رحم الله والديك رحم الله والديك شكرا شكرا بالخصوص أيضا الأخت أم زينب أختنا أم زينب ندعو لها إن شاء الله بالشفاء والعافية بحاجة إلى دعاء المؤمنين حقيقة اليوم المرضى كلهم محتاجين الدعاء وبالخصوص اللي عندهم أمراض مستعصية اللي عندهم أمراض خطيرة اللي الآن في المستشفيات راقدين في صالات العمليات نرفع أيدينا بالدعاء وبالخصوص أيضا أركز على هاي النقطة لإخواننا المقاتلين لإخواننا في لبنان الجريح في فلسطين في غزة في كل مكان في أنحاء كل المعمورة المستضعفين لأن احنا ديننا وعقيدتنا ومرجعيتنا دائما توصينا بالدعاء لكل المستضعفين في كل بقاع الأرض. أم أحمد من بغداد السلام عليكم. سلام عليكم أم أحمد. أختي أم أحمد سلام عليكم. تسمعيني إن شاء الله. أم أحمد تسمعيني؟ يعني لا أعلم إذا كان الاتصال جاهز أو تأخذ اتصال آخر. أم حسان من بابل سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا سيد ويا مولا يا أمير المؤمنين السلام عليك وعلى وضيعك آدم ونوح السلام عليك وعلى جارك خروج السلام عليك يا سيد ويا مولا يا السلام عليك السلام عليك يا زوج التدبير السلام عليك يا أبا الحسن والحسين السلام على علي وفاطمة والحسن والحسين والتسع المعقول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد نادي علي المظهر العجائب تجدنا عون البتة في النوائب كلهم من سينجلي نعم. يا علي يا علي ولدك يا علي السلام على ولديك الحسن والحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على سيد مولاي أبو فضل العباس حامل لواء الحسين السلام الله على العباس سيدتي مولاتي زينب الحوراء جبل الصبر السلام على سيدتي مولاتي أم المؤمنين في ضحى أولادها الأربعة دون الحسين أم حسان أحسنت القصيدة اللي قرأناها في بداية البرنامج كانت هي نداء لأبي الفضل العباس عليه السلام نستنهض قمر العشيرة ونستعين بثباته ورباطة جأشه وفدائه وتضحيته لذلك قرأنا القصيدة في بداية الحلقة استنهاضا للعباس سلام الله عليه وعونا لإخواننا المستضعفين الآن في الجنوب اللبناني وفي فلسطين نعم يا الله يكفك الصحة والعافية السلام عليك يا سيدي ويا مولاي
نادي الحرية المزهر العزار تجده عونا لك في النوار. اي والله كل هم النوار من الولايات الشيعة عليها عليها صلى على محمد وآل محمد اللهم بجاه فاطمة وأبيها وبعدها ومنها يا الله. شكرا يا ام حسان. شكرا الله يسلمك. سجل. نعم نعم شكرا شكرا يا ام حسان. شكرا لك نسأل الله القبول. عد اتصال اخر. الاخت ام وسام من بغداد سلام عليكم. ام وسام سلام عليكم. أم وسام تسمعيني؟ لا أعلم إن كانت أم وسام يصلها الصوت بشكل جيد. أكيد تسمعين الآن من خلال الشاشة. تفضلي بالزيارة. عليك حلو. السلام عليكم. السلام عليك يا حجة الله. السلام لا. عليك يا علب الحسن. يا السلام الحسن عليك يا فحل الفحول. السلام عليك يا زوج البتول. السلام عليك يا بن عم الرسول. السلام على الزهرة أم الحسن والحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو فضل العباس قمر العشيرة سلام الله وعلى زينب الحوراء سيدة نساء العالمين. الحمد لله على سلامتك يما. ذاك الأسبوع ما شفتك يا بعد عيني يا روح يا يما. يحفظك الحسين يحفظ هاي القناة. أريد زيادة بالدنيا وشفاحتة بالآخرة. أريد ثبات على ولاية أمير المؤمنين يشافون كل مريض وإحنا من بعده. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يشافون كل مريض وإحنا من بعده. يا أمير المؤمنين يا أبو الحسن يا علي يا داح الخير رب. يشافون كل مريض وإحنا من بعده. يشافيكم يشاف مرضاكم. الله يسلمك موتاكم ويحفظ موتاكم وموتانا ويعطيكم عمر وعافيه وسجل يسام يا ام احمد. يحفظك الحسين. الله يسلمك الله يحفظك. سجل ابو وسام ونور سام. عند مريضه والله تعبانه وشذا بالشفاء ان شاء الله والعافيه. ام وسام مريضه يحفظك على ابو الحسن يا يما. الله يسلمك ويحفظك ويحفظ هالشباب اللي وياك يا يما. يا ام احمد شكرا عندك العافيه. الله يسلمك عندك العافيه. الله يعافيك او يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك على هاي الخدمه الحسين بعد روحي يا السلامة. يحفظك الله محمد وعلي. اللهم صل على محمد وآلي محمد. اللهم صل على محمد وآلي محمد. بالصلاة على محمد وآلي محمد تدوم النعم. ام علي من بغداد سلام عليكم. والله على بالي انا صوتي بس علي. سلام عليكم علوية العلوية. أم علي من بغداد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. يا السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسنين علي. السلام عليك يا أسد الله الغالب يا علي. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الأئمة الطيبين الطاهرين. أزرني أبدا عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا مولاي وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى بشيعيك آدم ونوح عليهم السلام. السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. السلام على الملائكة المقربين بمقامك الشريف. السلام على الشهداء. السلام على الأبرار. السلام على الصديقين. السلام على كل من استشهد وضحى بدمه الطاهر الشريف لأجل نصرة الدين. السلام عليكم ساداتي ومواليدي. فتم مطابق الأرض التي فيها دفنتم وفتم الله فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز معكم فوزا عظيما. سيدي ومولاي أنا داخل على الله وعلى ابن عمك رسول الله وعليك يا ولي الله أن تجعل لي سبب للشفاء وللعافية. أنا عافيتي رايدة كله لأجل أن أزور مقامك وأشوفك
وأزور مقام أولادك الطيبين الطاهرين إن شاء الله توفقين للزيارة بحق محمد إن شاء الله. زيارتكم ساداتي ومواليدي بمقامك عند الله بمقام أولادك الطيبين الطاهرين، اجعل لي سبب للشفاء والعافية وأريد أجي أزوركم ساداتي ومواليدي إن شاء الله. شكراً شكراً يا أم علي أخلد. الله يسلمك. أسماء أحفادي يحبك الله. نعم. من كل سوء. الله يسلمك ويخليك. سجل اسم مصطفى ابن عبير نعم. لقضاء الحاجة وللنجاح. يا الله. وسجل اسم أخو علي ابن عبير نعم. للنجاح وقضاء الحاجة. شكرا. الله يعطيك العافية. أنت كابر قناة كربلاء. شكرا. عندي حفيدتي مصابة بالصرع فاطمة بنت رباب. الله يعطيك العافية. قلبك الدعاء والزيارة. وسلام تعطي النيابة عن المرضى المحرومين من الزيارات. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر أم حميد من بغداد. سلام عليكم الأخت أم حميد. حجية أم حميد. أم حميد من بغداد إلى أن يجهز الاتصال. نعم طبعا الظروف اللي يمر بها البلد والظروف اللي ذكرناها يعني القصيدة أعتقد حاكت هذا الوضع. فاليوم حقيقة أهل العراق لهم صولة وجولة في تقديم العون وإبداء المساعدة لإخوانهم النازحين من لبنان في كربلاء في النجف العتبات المقدسة. بودي أن أقدم شكري وامتناني إلى إدارات العتبات المقدسة في كربلاء وفي النجف الأشرف لما بذلوه لما يقدموه من عون ورعاية كبيرة لكل النازحين من لبنان الشقيق أخواننا. أبو أحمد من البصرة. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمين الله يا أمين الله يا الله. السلام عليك يا أمين الله. محمد صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعليهم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحبيب المصطفى ورحمة الله وبركاته. السلام على الولي المصطفى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الحسن والحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى بديع أكرام وزارة اليهود والوصالة. السلام على خديجة الكبرى ورحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة بنت أسد ورحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة الزهراء سيدة الشيخ علي ورحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة ورحمة الله وبركاته. السلام على زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة المحصورة ورحمة الله وبركاته. السلام على شريفة بنت الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام على رقية عبية بن حسين ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسن بن علي المصطفى الكريم آل البيت الهاشمي ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين بن علي الشهيد المظلوم المقتول عفان بكربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام على أبا الفضل العباس العبد الصالح المطيع لله ورسوله وجميل المولى الحسن والحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على مسلم بن عقيل شهير الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على علي بن حسين زين العابدين وسيد السادين ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. السلام على محمد بن علي الباقر باقر ابن الأولين والآخرين ورحمة الله وبركاته. السلام على جحفر بن محمد الصالح صادق القول وسعد البر الأمين ورحمة الله وبركاته. السلام على موسى بن جعفر الكامل حمد الغيم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك ويحفظك. شكرا على هذا هذه الكلمات وهذه الأنفاس طيب. سلمك الله. السلام على الحسن بن علي العسل الزكي ورحمة الله وبركاته. السلام على محمد بن الحسن النبي صاحب العصر والزمان. أحسنت. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. ورحمة الله وبركاته. السلام على حكيم فاطمة ورحمة الله وبركاته. السلام على نبي فاطمة ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سادتي قادتي أئمتي ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم شيخ أحمد ورحمة الله وبركاته. يا الله. شكرا لك يا ابو احمد. شكرا لك. نسال الله القبول لنا ولكم ان شاء الله. عند اتصال او اخذ دقيقتين اذا اسمح المخرج واذا كان اتصال اخذ اتصال. اذا احبتي اردت ان اتقدم كما ذكرت بالشكر. يستحقون الشكر والامتنان الجهود اللي تبذل من قبل عتبات المقدسه الحسينيه والعباسيه في كربلاء بايواء النازحين من لبنان وتقديم العون لهم. كذلك العتبه العلويه لها دور كبير. نحن الان في حضرة أمير المؤمنين
ومطلعين على ما يجري في النجف الأشرف وكيف وفرت العتبة العلوية الفنادق الخاصة بهذه العتبة والدور والشقق والأماكن التي تليق بإخواننا النازحين. ها هم العراق وهذا الشعب العراق وها طيبة العراق اللي يمتثل لي نداء المرجعية إلى سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الوارف، وهذا الخيمة اللي على كل المؤمنين ليس للعراقيين فقط، عندما نقول خيمتنا فهو ليس للعراق فقط وإنما لكل المؤمنين. وبودي أن أذكر هذه الأبيات القليلة اللي حقيقة ذكرها الشاعر حبا بالعراق وما يقدمه أهل العراق من بطولة ومن جهد ومن حقيقة كرم وجود. يقول الشاعر: من كل صوب وحدب جاء زائرهم، فاستبشر الكل بالزوار تبتهل، من كل صوب وحدب جاء زائرهم، فاستبشر الكل بالزوار تبتهل. هذا العراق وهذه بعض طيبته، الشيب والشباب والأطفال تحتفل. هذا العراق فهات مثله بلدا، شعب يضحي على المعروف يقتتل. من قبل ألف وهذا الدرب غايتهم، يستبشرون فكم ضحوا وكم قتلوا، فكم ضحوا وكم قتلوا. هنا والخلود عراق وأرضك أم ولود، وماؤك ينبل منه الوجود، زلال تحاك بياض اللجين، عراق علي عراق الحسين. عراق علي وعراق الحسين. أي والله. أم شوقي من كربلاء المقدسة، سلام عليكم أم شوقي. عليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبو الغيث يا علي يا علي يا علي يا علي يا أبو الحسن يا علي. السلام عليك وعلى رسول الله. السلام عليك وعلى فاطمة الزهراء وأم البنين. السلام عليك وعلى الحسن والحسين وأبو الفضل العباس. السلام عليك وعلى زينب جبل الصبر. أناد عليا مظهر العدل أبتجده عنا لك في النوار، أي هم وغم سينجلي من ذاتك يا علي يا علي يا علي يا أبو الغيث يا علي، زيارتك في الدنيا وشفاعتك في الآخرة. أيوه. يا سيدي يا مولاي، شاف كل مريض وشافينا وطينا الصحة والعافية، بحق محمد وآل محمد. وأزور صالة عني وعن والدي ووالد والدي عن صاحب العصر والزمان، وأهديها للسيد علي السيستاني والجيش والحشيد والقوات الأمنية والشهداء، وأهديها لزوجي ولأولادي والبناتي ولأخواني ولجميع من يسمع صوتي ولا قناتكم ولا حضرتكم. شكرا. إيه والله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لك يا أم شوقة. الله يسلمك. وعندك ما أريد تسجلهم سيد صغير بالشفاء. نعم. زمان عبد الرضا بالشفاء، أم علاء، أم جاسيم، والمرحوم سيد عبد الله، والمرحوم جبار حسن، والمرحوم سيد حاكم، ويعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله النصر للبنان. شكرا. والفلسطين بحق محمد وآل محمد، ويرحم شهداءهم ويشافي جرحاهم، ويعطيكم الصحة والصحة والعافية بحق محمد وآل محمد. شكرا جزيلا. شكرا شكرا أم شوقي. شكرا، الله يسلمك ويحفظك. عند اتصال آخر إلى أن يجهز الاتصال. إذن أبو حسين من كربلاء المقدسة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو حسين. حيا الله لباك أستاذ أحمد. الله يسلمك. إن شاء الله تكون إن شاء الله تكون بخير. الله يوفقك، وأنا أشكرك جزيل الشكر. حبيت أشكرك لأن الأمانة وصلت. الله يحفظك. جزاك الله خير. أنا أمنتك أمانة أستاذ أحمد، وأمانة الله ورسوله يعني
سماحة الشيخ ما قصر عبد الملك البلاي كفل بالعلاج وجزاك الله خير جزاء المحر. الحمد لله وشكرا. والولد أستاذ أحمد الولد كل كادر ما قصروا جزاكم الله خير جزاء المحر. خدام أما الشكر منك ومأزول أمير المؤمنين. خدام خدام إلك خدام إلك. وأنا الحسين أنا ما سويت إلا الشيء اليسير جدا والشكر. أنا أشكرك جدا جزاك الله خير جزاء المحر. بالنسبة للعتبة الحسينية وسماحة المتولي الشرعي جزاه الله خير الجزاء أمد الله في عمره حقيقة ما يقصر دائما من هاي الحالات يعني أي حالة سواء حتى من خارج العراق أكو حالات من خارج العراق يقدمون العون لها فكيف حال بأبناء البلد وأبناء كربلاء أنتم ما يقصر والله جزاء الله خير بس أنا بحكم المقعد ما قدر ما عندي أحد يراجع سويت مناشدة حتى توصل الله يوفقك إن شاء الله إن شاء يعني الله الله يسلمك إن شاء الله توصل وإن شاء الله وصلت إن شاء الله الحمد لله. أنا أبو حسين بيزاكم. أبو حسين أريدك الآن راح الأخ المخرج يعني أيضا يسمع صوتك فراح يعطيك شباك أمير المؤمنين أمير أيوة المؤمنين الله هو, هو الطبيب هو المشافي لأن إلى جاه لأن إلى جاه عند الله هو المشافي الله سبحانه وتعالى ولكن أمير المؤمنين واسطة واسطة إلى الله فبه نتقرب إلى الله بطلب بنية طلب الشفاء فالمخرج يعني راح يعطيك الله يوفقك الله يوفقك جزاك الله خير ما تقصر وهاي زيارة نيابة عني وعن صاحب الزمان وعن كل مرضى العالم الإسلامي انه الله يجعلني شفاء ان شاء الله بركه الامام علي والله يا استاذ احمد انا تعذرت مرات 20 بس احط بصبعي انا اعطيك امانه وللناس خد تسمعني اقسم بالله مو رياء ولا مبالاه ولا مغالاه بس اكتب يا علي يعني عندي حبايه ضغط مرات بالمستشفيات يقول ما عندي عصات موسى ما ينتظر شو اسوي له اكتب يا علي على قلبي مرات على صدري على المكان يوجعني بس اكتب يا علي بالسبابه بيدي اليمنى مرتين ثلاثه يرجع وضع طبيعي وسبحان الله اكتب لك لا اله الا الله فعندي يقين بين المؤمنين يعني انه يعني هو داحي باب خيبر بعد يعني ما أكيد والله العظيم يعني أنا أشوف هسه علاجات هاي أبو حسين مو مبالغة رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة الأحزاب يعني في معركة الأحزاب إيش قال؟ قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله الإيمان كله يتمثل ويتجسد بعلي بن أبي طالب فأنت تقربت إلى الله بهذا الإيمان بإيمان كل المسلمين يعني ولو ما أدخل من وقت البرنامج بس والله العظيم حادثة صارت وياي قبل سنتين ثلاثة ويمكن صاحبه يسمعني الرجال من كربلاء جاء واحد من بغداد زوجته يعني مضروبة شرجي وما تحكي هو قال لي جلطة دعتك على السريع قلت له عمي هاي مو جلطة هذا احتمال شرجي وكذا قال لي جلطة بالدماغ وتوديها الإمام علي عليه السلام الإمام الحسين وبوقتها قلت له تعال أنا بالباب واقف شلت يعني زين أحسن من هسه فكتبت يا علي على على حلقه يعني على وجهي يا بنيتي ان شاء الله هيك بصبعي بس كتبت يا علي هو راح نعم بعد يا نعم انا نعم بنيتي نعم وهو طلع بالباب احسنتم هي النية يا ابو حسين نعم والله العظيم رجعت كل شبابي ويسمعوني هم من بغداد يسمعون رجعت كل شبابي بخمس دقائق يا نسال الله كتبت يا علي نسال الله الشفاء لك ولكل المرضى الله يسلمك الله يوفقك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيك العافية والسلامة والصحة والسداد والنجاح والتوفيق في حياتك بحق محمد وآل محمد. نعم أحبتي أهل البيت هم واسطة لله تبارك وتعالى. رسول الله لا يعني خاف واحد يسمع لربما من أخواننا الآخرين ويشكل لا تشكل يا أخي رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة خيبر عندما طلب أن يحضروا أمير المؤمنين وكان أمير المؤمنين أرمد في ذلك اليوم فأعطى الراية ثلاثة أيام ولم يفتح حصن خيبر ففي اليوم الأخير قالوا إلي بعلي بن أبي طالب فقالوا يا رسول الله إنه مريض أرمد العينين فقالوا ائتوني بعلي جاء أمير المؤمنين أرمد العينين فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله من ريقه الشريف ومسح على عيني علي بن أبي طالب عليه السلام فبرئ وشفي من ساعته وأخذ الراية وفتح حصن خيبر علي بن أبي طالب فهذا ليس ببعيد على رسول الله أو على أمير المؤمنين عندما واحد يتقرب إلى الله ويستشفي بأهل البيت نعم يشفى ببركة الله تبارك وتعالى لهم مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة. نعم عند اتصال أم سجاد من ديالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمير المؤمنين يا السلام عليك يا أبو الحسن والحسين السلام عليك يا زوج البتول
السلام عليك يا ابن عم الرسول، السلام عليك وعلى رجعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح، السلام عليك وعلى الحسن والحسين، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا داحب خيبر. ما فشلتني ذاك الأسبوع، طلبت وانا عندي موعد بالطبيب، والطبيب فرحني بجاهك يا أمير المؤمنين، جاهك يا أمير المؤمنين أنت ما تفشل طلابك، لا والله يا أمير المؤمنين أنت ما تفشل طلابك، وأنا أريد الشفاعة منكم بحق محمد وآلي محمد، بحق الزهراء عندك يا أمير المؤمنين أريد العافية، وإليك أستاذ أحمد ينطيك العافية وينصرك إن شاء الله. الله يسلمك محمد وآل محمد، خليك شاء الله. الله يسلمك يا أبي ينطيك العافية، ذاك أسبوع والله ما صمد عين عليك. الله يسلمك الله يسلمك يا أمير المؤمنين، والله ما فتشني يا أمير المؤمنين، رحت للدكتور وبشرني بالخير، بشرني الدكتور هو أمير المؤمنين دكتورنا يا صاحب الزمان. الحمد لله يا صاحب الزمان، يا الله يا الله يا الله، سلام عليك يا أمير المؤمنين، جاهك عند الله يا وجيها عند الله. شكرا يا أم سجاد، شكرا محمد وآل محمد، رحم الله والديك بالعافية في الصحة والعافية السلامة. يا فسجلني أنا وعائلتي، رحم الله والديك. نعم أم سجاد وعائلتها ومتعلقيها، شكرا لكم، نسأل الله القبول. اتصال آخر إلى أن يجهز الاتصال. حقيقة عندما نتحدث بهذه الأحاديث، بالمناسبة هذا الحديث مع معركة خيبر أو اللي ذكرته قبل قليل، أنه رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ من ريقه الشريف ومسح على عيني أمير المؤمنين وبرأت وشفيت، هذا الحديث حديث صحيح بسند صحيح ومتواتر، والكل يذكر هذا الحديث، كل الفرق وكل الطوائف وكل المذاهب تؤمن وتذكر هذا الحديث، لأن الحديث اللي يكون متواتر ويكون حديث بسند صحيح هذا يؤخذ به عند كافة المسلمين. عند اتصال أبو عباس من آمرلي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليكم يا أمين الله يا أمين الله. السلام على سيدي بن عقيل، السلام على خالد بن علوة، السلام على مختار سقيف، السلام على ونور عيني وإمام سقلين أبي محسن عليه السلام وفيه أبو فضل العباس عليه السلام وفيه دين الدكتور السلام، السلام على إمام الكاظمين، السلام على إمام عسكري، السلام على أئمة بخير، السلام عليك مسؤول بالمدينة المنصور المؤيد أبو القاسم المصطفى أبو الزهراء محمد، اللهم صل على وآل محمد. أحسنتم أبو عباس، شكرا لك، نسأل الله القبول. إن شاء الله زيارة مقبولة وإن شاء الله تقبل هذه الزيارة. عندنا أخوة كثير من الأخوة خارج العراق دائما ما يكتبون لنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يرسلون لنا مسجات وأيضا يتصلون علينا يطلبون الزيارة وأن نذكر أسماءهم. حقيقة عندما نأتي إلى البرنامج وقبل أن يبدأ البرنامج شخصيا أذهب إلى حضرة أمير المؤمنين وأودي الزيارة إلى سيد مولاي أمير المؤمنين وأذكر يعني نيابة عن المتصلين، نيابة عن من أوصاني بالدعاء والزيارة، نذكر كل المتصلين، فالأمانة اللي تأمنونها توصل إن شاء الله ونؤدي عنكم الزيارة. أم أحمد من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. يا أبا الحسن يا علي. السلام عليك يا سيد الوصين. السلام عليك يا زوج البتول. السلام عليك يا ابن عم الرسول. السلام عليك يا أبا الحسنين. يا أبا الحسن يا علي. السلام عليك يا أمير المؤمنين. اللي سلموا لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. اللهم صل نعم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن الله أنت يا أمير المؤمنين الشفاء والعافية ولأحمد ولمرتضى ولبناتي جميعهن ولكل فريد ولكل عليل. اللهم ولشعلة ولمنتهى ولكل مريض وكل عليل بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، شكرا لكم، نسأل الله القبول. عند اتصال آخر
عندي اتصال آخر، يعني إلى أن يجهز الاتصال فقط أذكر أنه الأخوة اللي أوصونا بالدعاء والزيارة هناك من خارج العراق، وللأسف وهذا خارج عن إرادتنا طبعا، أنه أرقام التليفونات احنا خالين رقم تليفون دولي، ولكن أيضا يشغلوا الأخوة من داخل العراق، لذلك هذه الخطوط المتاحة لنا وزخم الاتصالات وكثرة الاتصالات. كثير من الأخوة يراسلوننا يعتبون يقولون احنا من بداية البرنامج حتى نهاية البرنامج نتصل ومن أمن اتصال، من حصل اتصال، فهذا هو خارج إرادتنا صدقوني، لأن الخطوط دائما مشغولة، يشغل خط التليفون من بداية البرنامج حتى النهاية، لذلك يصعب الاتصال. بس أخوة من خارج العراق من أوروبا أو من أمريكا حتى يوصونا دائما، احنا نؤدي الزيارة كما ذكرت قبل قليل، و بالنسبة للزيارة أيضا قبل نهاية البرنامج إذا تلاحظون بدقائق أتوجه إلى أمير المؤمنين بهذه الزيارة، زيارة أمين الله، وأتمنى اللي يشاهد البرنامج من خارج العراق وما يقدر يتصل أنه يتوجه صوب باتجاه العراق إذا كان هو في بلاد الغربة، ويرفع يده بالدعاء إن شاء الله وينوي نية الزيارة معنا، وإن شاء الله يكون من الزائرين. أعتقد رجع عدي أبو حسين. استاذ احمد السلام عليكم، الله يوفقك. السلام عليكم ابو حسين حبيبي، الله يحفظك. انا اعتذر منك انقطع الاتصال وما ادري. الله يسلمك بخدمتك، الله يوفقك. ان شاء الله اني ما انساك من الزياره والدعاء ان شاء الله. سجلني وسجل عائلتي، الله يوفقك. نعم نعم ابو حسين، ابو حسين نعم، حياك الله من كربلاء المقدسه، ان شاء الله بالخدمه. اقدر ازور؟ جزاك الله خير. زور امير المؤمنين ان شاء الله، الاخ المخرج يسمعك الان راح يعطيك الضريح. صل على نعم. محمد وال بيت محمد طيبين. السلام عليك يا امين الله في أرضه وحجته على خلقه، السلام عليك يا صحن الفحول، السلام عليك يا زوج البتول، السلام عليك وعلى رضيعيك آدم ونوح وجاريك هود وصالح، السلام عليك سيدي مولاي يا أمير المؤمنين، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، نادي عليا مظهر عجائب تجده عون لك في النواب، كل هم من وغم من سينجلي ولايتك يا علي يا علي يا علي. يا الله بحق علي أمير المؤمنين، يا الله انصر شيعة أمير المؤمنين في لبنان وفي غزة وفي اليمن وفي كل بقاع العالم وفي إيران وفي كل مكان مستضعفين، يا الله يا الله اشغل الظالمين بالظالمين، انصر احفظ مراجعنا الكرام، يا الله كل من سعى في هذا البرنامج، أستاذ أحمد الكادر المخرج قناة كربلاء النجف الأشرف، احفظهم جميعا يا الله بما تحب وترضى، جزاك الله خير جزاء المحسنين. أستاذ أحمد الله يوفقكم، اللهم احفظنا مراجعنا الكرام، سماحة المتولي الشرعي العدب العباسية الشيخ أحمد الكربلائي عبد المهدي الكربلائي، اللهم احفظنا يا بحفظك يا الله. الله يسلمك. وما أنسى كل الإخوان أستاذ فراس مدير القناة، الله يوفقكم جميعا، الله يسلمك. الله يوفقكم جميعا امين، وكل الاخوه رؤساء اي أيوة والله كل من سعى في هذا العمل خدمه اهل البيت خدمه الحسين، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. شكرا يا والله استاذ احمد، احنا بجنه يعني تتفاوع لا كذا ايام النظام قبل وهسه نحن الان في جنه يا راد اشكرانيات، جزاكم الله خير جزاء المحسنين، الله يوفقكم، الله يوفقك استاذ احمد، وان شاء الله ما نحرم من شرفتك بهالبرنامج. الله يسلمك يا حبيبي، شكرا جزيلا، الله يوفقك. شكرا لك، نسال الله القبول. اذا احبتي المشاهدين لم يبقى لنا إلا أن نؤدي الزيارة، وأطلب من الأخوة اللي لم يتمكنوا من الاتصال وبالخصوص الأخوة خارج العراق، أخوتنا في لبنان أيضا إذا يشاهدون البرنامج يتوجهون إلى أمير المؤمنين معي في هذه الزيارة حتى نزور سوية، خلينا نقول نية الزيارة إن شاء الله، ونتوجه لزيارة أمير المؤمنين أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي وعن أخواني وأصدقائي وأقربائي وجيراني وعن كل من أوصاني بالدعاء والزيارة، نيابة عن من لا يذكرهم ذاكر، نيابة عن الشهداء، نيابة عن المرضى، نيابة عن كل من يشاهد هذا البرنامج، نتوجه إلى أمير المؤمنين ذخري وذخيرتي وسندي ومعتمدي ورجائي، أمير المؤمنين السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره
وألزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، ولغاثة لمن استغاث بك موجودة، ولعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء لديك مترعة. اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي، أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات كادر العمل وخل المقر العام لقناة كربلاء الفضائية في كربلاء المقدسة، والأخوة العاملون هنا معي في مكتب النجف الأشرف، شكري وامتناني وتقديري العالي إلى كل أقسام وشعب وإدارة العتبة العلوية المقدسة، وأخص بالذكر قسم العلاقات والإعلام. حتى نلتقيكم أحبة المشاهدين، أنا وأنتم بصوت واحد نقول: السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله.